السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ستارز اماني. اليوم هنجي نقدم لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. وصفتنا اليوم عصائر منعشة. اللي يبغى المقادير وطريقة التحضير يتابع الفيديو الى الاخر. ما تنسوش لايك سبسكرايب تبارتاجيو وتكومنتو. فيلا هو معايا ودابا ندوزو للمقادير. غنحتاجو جوج ليمونات كبار القشور ديالهم، وغنحتاجو حامضة بلا قشرة ديالها، وغنحتاجو إيطرو ديال الماء. ودابا هنبدا بسم الله على كل شيء. أول حاجة ندير هي الحامض. ودابا ندير جوج ليمونات، ودابا ندير إيطرو ديال بارد. ودابا نبدا نتحرك. واللي بغى يزيد سنيدة يزيد. ودابا ندوزو للعصير الثاني. غنحتاج شويه المسكه الحره مطحونه، وغنحتاج زنجلان محمر، وغنحتاج شويه تمر مقطع، وغنحتاج شويه ماء زهر، وغنحتاج شويه زبيب، وغنحتاج شويه اللوز، وفي الاخر غنحتاج شويه القرقاع. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه نبدا بها هي اللوز. وعندنا القرقع، وعندنا شوية تمر، وعندنا شوية زنجلان محمر، وندير الزبيب، وندير الماء زهر. ودابا ندير المسكه الحره، وبعد ما درت المقادير ديالي كاملين هنزيد الحليب. ودابا نبدا نطحن. ودابا ندوزو للعصير الثالث. وفي هذا العصير غنحتاجو دلح مقطع، وغنحتاجو الفخيز مجمد. ما غادي نحتاجو لا ماء ولا حليب. نبداو على بركة الله. اول حاجه نبدا بها هي الدلح دابا ندير الفريز مجمد، ودابا هنبدا نطحنو بشوي بشوي. دابا ندوزو للعصير الرابع. وفي هذا العصير غنحتاجو شويه الحليب، وغنحتاجو تفاح وبنان مقطعين، وغنحتاجو افوكا مقطع. نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه نديرها هي البنان والتفاح مقطعين. ودابا ندير الافوكا،
ديالي هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها. وبالنسبه لعصير الافوكا والتلاح والفريز والتمر ما زدتش فيهم سنيده، وبالنسبه لعصير الحامض اللي باغي يزيد فيه سنيده يقدر يزيدها. وما تنساوش لعجبكم هذا الفيديو ضغطوا على زر لايك وسبسكرايب وتبارطاجيو. باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.